مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد ووصفة جديدة مع وليد. أتمنى هذه الوصفة تكون نال إعجابكم. إذا فاتكم وصفة من هذه الوصفة تزوروا موقع القناة. لحقنا نهاية العدد، تستنوني في أعداد قادمة إن شاء الله مع وصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة. الاقتصادي والجديد راح يكون مع وليد طيلة شهر رمضان على قناة زهرة.